شايفين يا جماعة شلون طلعوا معنا كل حارات الشام؟ مظبوط، الحارات الوحيدة اللي ما طلعت هي الحارات اللي ما وصلنا الخبر. لو ما فكرونا بالقوة كانوا الشباب بدهم يفوتوا على البلدية ويلقوها فوالي تحتاني. ولسه ما خلصت، كل يوم بدنا نطلع مظاهرة لحتى يوقفوا هذا القرار. هذا الكلام الصحيح وهذا اللي بده يصير. لازم يشوفوا منا العين الحمراء لحتى يتراجعوا عن قراره. كلامك مظبوط أبو صياح، ما حدا دخل بحاراتنا وما حدا دخل يقصص منا على كيفه. نحن مو قد الحكومة، الحكومة هي اللي بدها بتسوي وغصب عنا كمان. شو عم تحكي يا جماعة؟ صلوا على النبي. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما تحكي لك كلمة أبو كامل. شو بدي احكي؟ عم بسمعكم واسمع آراءكم وافكاركم، يعني بصراحة كل اللي عملتوه للأسف ما له طعمة. معناتها رح ينفذ الفرمان بالقوة. ولي معناتها دكانتي رح تروح بالتنظيم. يا جماعة إذا راحت بيوت العالم الناس وين بدها تروح بحالها؟ يا جماعة يا جماعة، هلا يمكن ما تصدقوني، بس صدقوني إذا قلت لكم إنه كل اللي عم تحكوه أوهام بروسكم. أنا رحت على البلدية وفهمت منهم كل الحكاية. شو القصة يا أبو كامل؟ ما تفهمنا، القرار واضح وما بده تفسير. عم ينزلونا لأنه بده ينظم الحارة من جديد، يعني بده يهدوا بيوت بالحارة ويفتحوا طرقات ووسعوها مشان تبرق السيارات. بعدين بدهم يبنوا مؤسسة حكومية، يعني القصة واضحة وما بده شيء، لا بده ترجمان ولا مين يضحك علينا. كلامه مخاطر مظبوط، وخصوصي لما قالوا لأهل الحارة روحوا اطلعوا على المخططات اللي بالبلدية. ايوه هلا فهمت ليش اجوا على الحارة هذيك المرة وصاروا يقيسوا ويقيموا ويحطوا. بتتذكر شيخي؟ بتتذكر لما أهل الحارة صاروا يتخانوا على تسجيل مالكاناتهم بالبلدية ولما استولوا على حوش الإدعشري وعلى كم دكان فيها وادعوا إنها أرض مشاع؟ مظبوط، وما حدا منا بينسى هالشي. ويومها قالوا لنا إنه راح يعملوا عليهم مزاد لأهل الحارة مشان نرجع ونشتريهم، ولهلأ ما صار هالشي. هي هي الحكاية صارت واضحة، وإذا أنتوا قبلتوا بهالكلام نحنا ما رح نقبل. لازم البلدية واللي وراها يتراجعوا عن نواياهم ضد حارة الضبع. اليوم بلشوا بحارتكم، بكرة ببلشوا بالحارات التانية. بدهم يغيروا معالم الشام، حيطانها وحاراتها وشوارعها، ويرجعوا يبنوها مثل ما بدهم. يا جماعة يا جماعة، لك إيه هذا القرار بده 20-30 سنة يتنفذ. وبركة ننفذوه بكرة، شو بنقدر نعمل؟ إحنا مو موافقين على القرار يا أبو كامل، لا هلأ ولا بعد 100 سنة. حارة الضبع رح تتم مثل ما هي، والباب اللي أخدوه رح يرجعوه بالقوة. السلام عليكم. وعليكم السلام. بعد إذن الرجال، عمي أبو صياح معيتك عزك كلمتين. بإذنكم يا رجال. زبدة الكلام يا جماعة، ما حدا بيقدر يجبرنا نعمل شيء إذا كنا إيد واحدة متفقين. عفارم عليك أبو خاطر، ومن سل سيف العدوان أهمد في رأسه.